اللهم إني أستغفرك من كل ذنب قوي عليه بدني بعافيتك. يعني يا ربي أنا عصيتك بعافيتك، عافيتني فعصيت، أستغفرك من كل ذنب قوي عليه بدني بعافيتك، أو نالته قدرتي بفضل نعمتك. معي مال، بالمال عصيتك يا رب وأنت رزقتني هذا المال، أو بسطت إليه يدي بسابغ رزقك، أو اتكلت فيه عند خوفي منك على حلمك، أو عولت فيه على كرم عفوك. اللهم إني أستغفرك من كل ذنب خنت فيه أمانتي، أو بخست فيه نفسي، أو قدمت فيه لذتي، أو آثرت فيه شهوتي، أو سعيت فيه لغيري، أو استغريت فيه من تبعني، يعني أغريت من تبعني بهذه المعصية، أو غلبت فيه بفضل حيلتي فلم تغلبني على فعلي، إذ كنت سبحانك كارها لمعصيتي لكن سبق علمك في اختياري واستعمالي مرادي وإيساري، فحلمت عني فلم تدخلني فيه جبرا، ولم تحملني عليه قهرا، ولم تظلمني شيئا. يا أرحم الراحمين، يا صاحبي عند شدتي، يا مؤنسي في وحدتي، يا حافظي في نعمتي، يا ولي في نفسي، يا كاشف كربتي، يا مستمع دعوتي، يا راحم عبرتي، يا مقيل عسرتي، يا إلهي بالتحقيق، يا ركني الوثيق، يا جاري اللصيق، يا مولاي الشفيق، يا رب البيت العتيق، أخرجني من حلق المضيق إلى سعة الطريق وفرج من عندك قريب وثيق، واكشف عني كل شدة وضيق، واكفني ما أطيق وما لا أطيق. اللهم فرج عني كل هم وغم، وأخرجني من كل حزن وكرب. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا منزل القصر، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، صل على خيرتك من خلقك محمد النبي عليه الصلاة والسلام وآله الطيبين الطاهرين، وفرج عني ما قد ضاق به صدري وعيل منه صبري وقلت فيه حيلتي وضعفت له قوتي. يا كاشف كل ضر وبلية، ويا عالم كل سر وخفية، يا أرحم الراحمين، أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.